اليوم قامت جمعية سنة بالخير بالتنسيق مع جمعية بيت الخير بسكرة في إطار التوأمة بتوزيع الدفعة الأولى بمشروع 1500 غرفة. اليوم قمنا الحمد لله بمشروع بتوزيع الدفعة الأولى المقدرة ب 450 غرفة موجهة خصوصا لمناطق الضلع وكذا المناطق التي يحتاجها. أشكر هذه الجمعية الخيرية وهؤلاء الشباب الذين دائما يبادرون إلى فعل الخير. حب الخير يجمعنا حقيقة، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أصالة أبنائنا وعلى شبابنا ونشاطهم في حب الخير وفعل الخير للغير.